ينتظرون ويترقبون وصول جثامين الشهداء ليشاركوا العزاء. استقبلوهم بأهازيج وقصائد حزن على فاجعة موتهم. الديوانيون يأتون منذ الصباح الباكر ويتمركزون في منطقة جسر النجف كما تعرف لأجل توديع جنائز شهداء الناصرية إلى مثواه الأخير. كما أن النساء شاركتهم البكاء ولطم الخدود والسير بخطوات فيها الحزن المرير على شباب العراق الذين يودعون الحياة وهم لم يتنعموا فيها يوما بعيش كريم. أعداد الناس تزداد كلما مر الوقت، حيث الجميع يشعر بأن مشاركته في التشييع هو واجب وطني، لأن من فقد حياته كان مطالبا لهم ولكل العراقيين بتغيير حقيقي ينهي خارطة الضياع والتهميش والحرمان. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.